لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الفراق صعب ويقطع القلب أحيانا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع مؤذنه بلال على الأذان فأصبح لا يؤذن، وفي يوم الأيام طلب أبو بكر رضي الله عنه من بلال أن يؤذن ففعل. فلما أذن تذكر الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الذي فقدوه وهي أحلى أيام حياتهم، وبلال يؤذن ويستمر بالأذان وهم يتذكرون. فلما وصل بلال إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله ضج الصحابة بالبكاء، لقد تذكروا حبيبهم ومعلمهم الأول فذرفت العيون، ذرفت. ولما فقد عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفقد أبا بكر أيضا وهما أعز أحبابه، أصبح يصلي الفجر بالناس ويقرأ قوله تعالى في سورة يوسف عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ويقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقرأ ثم يبكي رضي الله عنه، يتذكرهما ويبكي حتى أنهم كانوا يسمعون نشيج بكائه من وراء الصفوف. الفراق صعب أيها الإخوة، صعب حتى على البهائم والطيور. تابع معي هذه القصة الحقيقية. يا الله يا الله. هذه صور العصفور الذي أبكى الملايين لدرجة أن بعض كبار المحطات الإخبارية نشرت تفاصيلها. إنه هنا يرى عصفورته مصابة تستنجد به لينقذها، وهو يحلق فوقها في محاولة لمساعدتها، لا يستطيع عمل شيء، فيذهب ليبحث عمن يساعده من الطيور في إنقاذها، ولكنها تنظر إليه وهو يبتعد نظرة مودع، لأنها الآن في مرحلة الاحتضار. سبحان الله، لقد فارقت العصفور الحياة، ماتت وحيدة، وعصفورها هائم على وجهه يبحث عمن ينقذ عصفورته. عاد العصفور ولكنه وجد عصفورته بلا حراك، أخذ يدور حولها يهزها بطريقة هستيرية، ويأتي من اليمين ومن الشمال ومن فوقها يسحبها، ولكن لا فائدة، لقد ماتت عصفورته. وقف بجوارها وجلس يغرد بصوت حزين جدا، لا أدري، قد يكون هذا بمثابة البكاء، لعله كان يبكي فراق عصفورته. سبحان الله. ثم صمت فجأة وجلس ينظر إليها بنظرات حزن وأسى. إن الفراق صعب جدا حتى على العصافير، وخصوصا إذا كان فراقا لا أمل بعده في اللقاء. أخي الكريم، أختي الكريمة، أعرف أن لك حبيبا قد فقدته، لعلك فقدت جسده ولم تفقد روحه، ربما فقدت حضوره بجنبك ولم تفقد ذكرياته في قلبك. قد تكون أما، قد يكون أبا أو ابنة أو جد أو زوجة، لا أدري. الذي أعرفه أن الفراق مؤلم، ولكن ماذا ستفعل الآن؟ هل تقطيع قلبك عليه سيرجعه إليك؟ بالطبع لا. إذا لماذا تخسر حبيبك وتخسر قلبك أيضا؟ لماذا تخسر الاثنين في نفس الوقت؟ ارحم نفسك، توقف عن تعذيبها، ولا تقل لا أستطيع. أنت الذي تذكر نفسك بحبيبك بين فترة وأخرى لتدخل في نفس الجو المحزن كل مرة، توقف عن ذلك. قد تقول لماذا أفعل؟ الحل هو أن تتوجه إلى حبيب آخر لكنه حبيب لا يموت، عندها سيطمئن قلبك في كل الأحوال. من هو هذا الحبيب؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم،
هو الذي إذا توجهت إليه خفف عنك هذا الفراق وطمأن لك نفسك وأسكن لك قلبك. أصلا لا يوجد لديك خيار آخر، من لك غير الله تلجأ إليه؟ هو سبحانه سيأجرك، وهو الذي سيجبر كسرك وسيرفع قدرك وسيزيل همك، وهو سيخفف عنك حرمان الأم والأب والزوج والابن والصديق، وهو سيحن عليك أكثر من حنان الناس عليك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول سبحانه وهو أعلم: أقبضتم ثمرة فؤادي؟ سبحان الله. لاحظ أنه يسأل عنه مع أنه أعلم به، رحمة، تودد بالعبد، إنه سبحانه يعلم أن الأمر لم يكن سهلا عليك، ولكن هذه هي الخيرة. فيسأل الملائكة عنك ويقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. هيا ماذا تنتظر؟ قل الآن من كل قلبك، قل: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا أنا أقترح عليك، بدل أن تتعب نفسك في الحزن والأسى على فراق حبيبك، حاول أن تجتهد لكي تلتقي بحبيبك مرة أخرى. كيف؟ الجواب: اجتهد في عبادة ربك لكي يجمعك الله مع حبيبك مرة أخرى في الجنة. لأنه إذا كان حبيبك الذي فقدته صالحا ودخل الجنة، فأنت تحتاج لأن تكون صالحا أيضا لتلحق به. وأما إذا لم يكن حبيبك صالحا فلا تقلق، لن تحزن عليه في الآخرة، لأن الله تعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأنت الرابح في كل الأحوال إذا أحسنت مع الله. ألم أقل لك إن الرجوع إلى الله سيطمئن قلبك؟ عليك أن تختار كيف سترجع إلى الله عندما تصاب بفقد حبيب، حيث أن رجوعك إلى الله عند فقد الأحباب له ثلاث مراتب، بعضها أعلى من بعض، فاختر أنت المرتبة التي تريد. أما المرتبة الأولى هي أن تصبر على فراق هذا الحبيب مع ما في قلبك من ألم. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، يقول أحد المفسرين: ليس يوزن الثواب لهم ولا يكال كيلا، إنما يغرف لهم غرفا. لدرجة أن الذين لم يصبهم بلاء في الدنيا يتمنون مكانك في القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاليد. لا 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 تظنن أن الدموع تنافي الصبر، لا لا، البكاء لا بأس به، إذا لم يكن صراخا ونحو ذلك البكاء لا بأس به. لقد بكى من هو خير مني ومنك، بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنه إبراهيم، وضعوه بين يديه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه، وابنه إبراهيم يحتضر بين يديه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ذرفت عينه صلوات ربي وسلامه عليه، دمع عليه، ثم ذرفت عينه مرة أخرى وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالبكاء لا ينافي الصبر، الصبر هو ألا تجزع، لا تتسخط على القدر بالقلب أو تتلفظ بما يوحي بالاعتراض على الله باللسان، لا، هذا فضل عن الكبائر التي يفعلها البعض من لطم الخدود وشق الثياب والعياذ بالله.
بل مطلوب هو الصبر. أعرف أن الموضوع ليس سهلا لكن اصبر. يقولون والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه عبد الملك في مرضه الذي مات فيه فقال يا بني كيف تجدك؟ فقال تجدني أبتاه في الموت. فقال يا بني لأن تكون أنت في ميزاني أحب إلي من أن أكون أنا في ميزانك. تدرون ماذا قال الابن؟ قال يا أبتي والله لأن يكون ما تحبه أنت أحب إلي من أن يكون ما أحبه أنا. يا الله يا الله. وهذا ليس كل ما في الأمر، بل توجد مرتبة أعلى من الصبر وهي المرتبة الثانية. قد يقول قائل صبرنا على فراق الميت، ماذا يمكن أن يكون أعلى من الصبر؟ لا، يوجد تعامل أرقى من الصبر تتعامل فيه مع الله عندما يتوفى لك إنسان. تدري ما هو؟ إنه الرضا، أن تكون راضيا عن الله، راض أنه أخذ منك حبيبك فلان. طيب ما الفرق بين الصابر والراضي؟ الصابر كاره لفراق حبيبه لكنه غير متسخط فهو صابر. أما صاحبنا هذا الراضي لا، هو يشعر بشيء آخر، إنه راض عن ربه، ليس فقط صابر بل هو راض تمام الرضا عن الله. يا الله يا الله. قد يقول قائل كيف أحس بالرضا وأنا أصلاً أتألم من مصيبة وفاة الحبيب؟ والدتي توفيت، ابني مات، هذا شيء مؤلم، فكيف يمكن أن يجتمع الألم مع الرضا؟ طبعاً ممكن، طبعاً. ألا ترى أنك عندما تكون مريضاً فإنك تشتري الدواء المر وتشربه وأنت راض به مع أنه مر شديد المرورة، أنت راضي؟ أولا تذكر تلك الحقنة التي تألمت منها، ألست راضيا بهذا الألم لدرجة أنك اشتريت الحقنة بمالك؟ إذن يمكن أن يجتمع الشعور بالرضا مع الشعور بالألم. كن كذلك، ارضى عن ربك أنه قبض حبيبك إليه حتى ولو كنت متألما. فإذا رضيت عن ربك فالحمد لله، أبشرك أنه سبحانه سيرضى عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. صراحة هذا تعامل رفيع بينك وبين الله عز وجل، ترضى عنه ويرضى عنك، فعلا تعامل راقي. يا الله يا الله. وإذا أحببت أن ترتفع أكثر في تعاملك مع الله فإن هذا ممكن. هل يوجد شيء آخر غير رضا؟ نعم، يوجد ما هو أكثر. ماذا يوجد أكثر من رضا عن الله؟ أما تحب أن تكون في القمة، قمة تعاملك مع الله إذا فقدت إنسانا عزيزا عليك، مرتبة لا يوجد أعلى منها، هل تريد أن تصل إليها؟ تابعونا في الحلقة القادمة. علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.